السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض برنامج الشوكيس. برنامج الشوكيس من برامج الفيزيوليشن الرائعة اللي ممكن بخطوات بسيطة تعمل إظهار للمبنى معماريا. تمام، فأنا ممكن أجي هنا أقول له أنا عايز الماتيريال، بتلاقي تعديل في الماتيريال غاية في اللذاذة. يعني ممكن السقف ده مثلا مجرد إن أنا أعلم عليه وأقول له مثلا أنا عايزه بالشكل دوت، هتلاقي اتغير اهوت. أي شكل أنت بتختاره، تمام، مثلا بالشكل دوت، تمام، بتلاقي التعديل سهل وبسيط ومفيش أي مشاكل خالص. من الحاجات برضو اللذيذة فيه شوتس، أنا هاخد شوتس مثلا، دي شوتس من ضمن الحاجات، هقول له بروبرتيس وأقول له أنا عايزها إن أنا مثلا إيه سينيماتيك اوربت، كأن انا هعمل لقطة فيديو، واقول له ايه بريفيو. زي ما انت شايف في فيديو هو اتعمل، هو بس كارت شاشة اي تي اي فضعيف. هو لو كارت شاشة انفيديا هتلاقي الفيديو رائع. تمام، زي ما انت شايف الطريقة بسيطة جدا ان انا اعمل فيديو. ممكن اعمل واحد جديد برضو، اقول له ستيل وابدأ اختار، ممكن اقول له سينماتيك واقول له لا انا مش عايز اوربت، اختار حاجة تانية غير اوربت زي زوم ان، تمام، واشوف انا عايزه كام ثانيه واختار المسافه، ستارت هير اند هير، ابدا من اللقطه دي ولا انتهي بيها. تمام، زي ما انت شايف جميله جدا. تمام، كلوز، ممكن اجي هنا اقول له شغل. خلص اول فيديو، دخل في الفيديو التاني. لو كارت شاشه عندك نضيف نفيديا، بالذات نفيديا 4000 او 5000، هتلاقي الفيديو رائع ومش هتلاقي فيه الشكل دوت، التقطيعات ديت، اللون الازرق دوت. تمام، برنامج انصحكم بيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.